هتكون مداخلة من المعارضة السورية من روما رندا السيس. صباح الخير سيدي رندا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. اليوم يعني غالبية الصحف الغربية اعتبرت أنه بعد قانون قيصر يعني سيوشك الرئيس بشار الأسد على السقوط، هل تعتقدي أنه اللي ما عملته المعارضة العسكرية أو ما قدرته عجزته عن العمل عليه أنتم كمعارضة خارجية سيقدر عليه قانون قيصر؟ لا طبعا، طبيعي، من الشيء الطبيعي أنه الأزمة الاقتصادية ستساعد بانهيار هذا النظام، لكن أنا لن أقول أنه سيسقط خلال شهر أو شهرين. المدة هي بالنهاية مجهولة للجميع، لأننا نعلم أن اللاعبين الأساسيين في سوريا هم من سيحددون أيضا من خلال الاتفاق، وخصوصا الاتفاق الثنائي، هم من سيحددون مصير، أو دعونا نقول الانتقال أو البدء بانتقال حل سياسي. ربما تستطيعون أن تقولوا أن المعارضة السورية قد فشلت. الحقيقة المعارضة السورية هي ليست كيان واحد، أنت تعلم تماما. لا. أنا هنا رئيسة منصة أستانا. صحيح. وليس لدي علاقة مع الائتلاف. نعم، ربما أستطيع أن أقول أن لحسن الحظ أن هناك فاشلين، إن كان في النظام فاشلين سياسيين وعلى رأسهم بشار الأسد، وأيضا فاشلين أيضا في الائتلاف وهيئة المفاوضات. لكن علينا نحن أيضا كسوريين، كمعارضين مستقلين من منصات أخرى، أن تعمل على مبادرات جديدة كما عملت منصة أستانا. يعني نحن من بادرنا بمنصة بأستانا عام 2015، ونحن من بادرنا في الدستور السوري عام 2017 قبل أن تستلمها أيضا يستلمها بعض الفاشلين في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم كان ديمستورا أو بيدرسون. للأسف أننا أمام، يعني نحن نعلم تماما أن أوروبا اليوم ليس لديها همها الأولوية الأولى ليست سوريا، أمريكا أولويتها أيضا ليست سوريا، الولايات المتحدة ما يهمها اليوم هو أول شيء الصين، ومن ثم إيران، ومن ثم الصين، ومن ثم إيران. فإذا من هم اللاعبين الأساسيين؟ اللاعبين الأساسيين في سوريا هم روسيا وتركيا. طيب الموقف الروسي، هل اليوم البعض حكى كثير مؤخرا، وايضا يعني معروف يعني علاقاتك بروسيا واطلاعك يعني على الموقف الروسي، اليوم في تباين بين كان الموقف الحقيقي الروسي من الرئيس السوري بشار الاسد، هل صحيح ما حكي عنه بالاعلام ام مبالغ فيه لجهه تغيير او امكانيه تضحيه الروس بالرئيس السوري بشار الاسد بعد ان فشلوا بتعويمه دوليا؟ دعنا فقط نقول ان للاسف، يعني بشار للاسف، ليس هو للاسف لنا طبعا، للاسف لبعض حلفائه، بشار الاسد اصبح كرت محروق. يعني لا اعرف، ربما نحتاج الى نظارات مثلا كي نشاهد كم هو محروق، لا يمكن تداوله. بشار قدر اليوم يرجع استعاد على السيطره على غالبيه المدن والمحافظات السوريه. المشكله ليست الان سيطره، هي الموضوع ليس هو موضوع عسكري، الموضوع هو اقتصادي. كيف يمكننا إعمار سوريا؟ كيف يمكننا بوجود الأسد؟ كيف يمكننا الوجود؟ لأنه ما هي المشكلة والأزمة الحقيقية اليوم؟ هي أزمة اقتصادية في سوريا أكثر منها من أزمة عسكرية. وكثير من المعارضين ومنهم منصة أستانا كنا ضد عسكرة الانتفاضة في سوريا لأنها ستصب في صالحه. فإذا نحن اليوم هي الأزمة الاقتصادية هي من ستشل هذا النظام. يعني لا يمكن أن يكون هناك لا حالة إعمار، لا يمكن أن يكون هناك حالة عودة اللاجئين، لا يمكن أن يكون ولا شيء، الوضع مشلول تماما. وكما نشاهد على كل حال بعد قانون قيصر، وهو طبعا اليوم أيضا سيكون هناك عقوبات اقتصادية على سوريا تخص بعض رجال الأعمال السوريين وأيضا بعض الشركات السورية، فإذا العقوبات لن تنتهي. معنى ذلك أنها عملية حصار لهذه الحكومة. عملية الحصار ستصب بشكل أو بآخر بعملية ستصب لصالح عملية تغيير سياسي في سوريا. طيب ما زال حكيت عن التغيير السياسي سيدة رندا السيس، اليوم هل ممكن هذا الموضوع أن يشكل قوة دفع لاستئناف العملية السياسية وتكون قوة ضغط على النظام للعودة سواء من اللجنة الدستورية أو ربما إيجاد يعني مسار آخر للتسريع بالحل السياسي؟
هذا النظام لن يعود لا بالضغط لا تحت ضغط ولا أي شيء. لا يمكنه بشار الأسد حالة بالنهاية مستعصية، يعني لا يمكن أن نأمل أي شيء من بشار الأسد كي يعود إلى التفاوض إن كان مع المعارضة، هذا أولا. ثانيا للأسف المعارضة الموجودة في تحت رعاية الأمم المتحدة، يعني بما نسميهم اللجنة الدستورية، هم بالنهاية أيضا معارضة فاشلة. ثالثا بيدرسون نفسه فاشل، جوتيريس نفسه فاشل. الأمم المتحدة لن يمر أي حل في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، علينا أن نبادر. المشكلة ليست هي بالمبادرات اليوم، المشكلة هي أن نخلق مبادرة، ثانيا أن نستطيع أن نجذب، أو دعونا نقول أن يكون هناك بالنهاية اتفاق ولو كان سري بين بعض الدول. وأنا متأكدة من ذلك أن هناك سيكون هناك بالنهاية أوروبا ستوافق على أي حل حتى ولو كان حل تدريجي. شو تصورك، ما زال عم تحكي البعض يعني اليوم عن هذا الحل، شو تصورك اليوم في انتخابات رح تكون انتخابات الرئاسية السورية يعني بال 2022، شو التصور برأيك لهذا السيناريو الحل السوري؟ المشكلة هي طبعا هو سيستمر في الانتخابات الرئاسية وسيعاد ترشيحه، هذا يعني لا مفر منه. الموضوع ليس هو لن يكون هناك، أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك أولا انتخابات حرة. الموضوع بكل بساطة اليوم علينا أن نعطي لسوريا دور استراتيجي، يعني الكونسيبت نفسه يجب أن يتغير. يعني اللجنة الدستورية لا يمكنها أبدا اليوم، أصبحنا لا يمكن أن تخرج أو أن يكون هناك مخرجات من هذه اللجنة الدستورية كي يكون هناك بدء في حل سياسي. أصدقاؤنا الروس أيضا لن يستطيعون الاستمرار مع بشار الأسد، يعني بالنهاية الحصار الموجود اقتصاديا على سوريا لن يستطيع الحكومة السورية الروسية غير قادرة على أن أولا على أن تعيد الإعمار، ولا أي حكومة حتى ولو كان هناك عقود صغيرة مع بعض الدول في دول المنطقة لن يستطيعوا. هذا يعني ما أنا موجودة ليكون أنه في فعلا هو إعادة إعمار أو إعادة إنعاش الاقتصاد في سوريا. يعني نحن رأينا أيضا كان هناك ماروتا سيتي، أين ماروتا سيتي؟ يعني لم يخرج أصلا، يتكلموا عن ماروتا سيتي و و و و وحركة وعودة اللاجئين، أين سيعود اللاجئون؟ يعني هؤلاء اللاجئون أين سيكونون؟ أين هي أماكنهم؟ أين هي بيوتهم؟ يعني هل يمكن أن يعود شخص من دون إعادة الإعمار؟ طبعا. طيب الإعمار، ما نحن كمان أمام أزمة اقتصادية. صحيح. إذا لم نعيد لسوريا دور استراتيجي يستطيع أن يجذب الجميع، لا يمكن أن يكون هناك أيضا لا حل سياسي ولا إعادة إعمار. على أمل يعني حل سياسي واقتصادي، يعني اليوم لبنان وسوريا الحل من بعضه اقتصاديا. أنا بدي أشكرك رندا قسيس رئيسة منصة أستانا، على أمل يعني لقاءات أخرى أطول وموسعة. شكرا لك رندا قسيس.